الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة مع محاضرة من محاضرات تصميم منشآت الرايزن في Irrigation Structures، وهنتناول فيها عملية التصميم للإبرونز أو للفرش للكنترول ستراكشرز لمنشآت التحكم، هيدروليك ديزاين أوف إبرونز أو كنترول ستراكشرز. في البداية بنقول إن أي منشأ من منشآت التحكم حتى يتم تصميمه بيمر بثلاث مراحل رئيسية. أول مرحلة للتصميم first step هي مرحلة الهيدرولوجيك ستاديز أو الدراسات الهيدرولوجية. بمعنى أنا علشان أصمم سد دام على سبيل المثال أو أنطرة أو غيره، لو قلت مثال الدام مثلا سد، من بين تصميم الانشاء للسد اللي انا اصمم ابعاد السد، من بين ابعاد السد ارتفاعه، وارتفاع السد هيتناسب مع حجم التخزين اللي امام السد. يعني كلما زاد حجم التخزين كلما تطلب ارتفاع للسد معين، وبالتالي حتى اقوم بتصميم او عمل ديزاين للسد بايجاد ابعاده، من بين هذه الخطوات اللي انا لازم اعرف ارتفاع السد كام. ارتفاع السد هيبقى ريليتد او ريفيرت تو الحجم التخزين للبحيره اللي هتتشكل امام السد وبالتالي علشان احدد حجم التخزين ما ينفعش ان انا ابالغ في التصميم، ان انا اقول والله انا هعمل خزان بسعه 300 مليار متر مكعب مثلا، في حين ان ايراد النهر عند المكان اللي انا هنشئ عنده السد سنويا متوسطه 10 مليار او كلام زي كده. معنى الكلام ده ان انا هحتاج سنوات كتيره جدا عشان املى الخزان ده. يبقى علشان اوجد ابعاد السد لابد ان اكون على علم او اكون عارف كويس حجم التخزين هيكون قد ايه، وبالتالي هيكون قدام السد دوت حجم التخزين كام. وعلشان احدد حجم التخزين لازم ده يتطلب دراسات هيدرولوجية، على سبيل المثال معرفة حجم الفلو في النهر دوت، وده بيتطلب يكون عندي هيدروجرافز للفلو اللي في النهر دوت لسنوات كتيرة قبل كده. ومش على قد بس الدراسات للستريم فقط او للفلو اللي في الستريم ده فقط، لا، انا لازم اكون عارف حجم على سبيل المثال السيديمنتس او الترسيبات الموجودة او السيلت اللي ممكن يكون موجود في النهر دوت، حجم الرواسب قد ايه، حجم الديبوزيت قد ايه، بحيث لما احدد حجم التخزين لازم اخد في الاعتبار ان هيكون في ترسيبات في البحيرة دي، وبالتالي هتؤثر على ارتفاع التخزين وبالتالي على ارتفاع السد. يبقى اول خطوة ان انا لازم اكون عندي في دراسات هيدرولوجية عميقة للنهر دوت وتصرفاته وحجم الرواسب او السيديمنتس او يعني ما يحمله النهر من طمي او غيره اللي هيترسب في البحيرة نتيجة لانخفاض السرعات. دي كلها دراسات هيدرولوجية لازم تؤخذ في الاعتبار عند تصميم المنشآت التحكم. بعد ما حددنا الارتفاع عشان اصمم سد او غيره، بتاتي الخطوه الثانيه وهي خطوه الهيدروليك كالكوليشنز او الحسابات الهيدروليكيه. وطبعا على سبيل المثال لما نتكلم عن الحسابات الهيدروليكيه للقناطر مثلا او السدود او غيرها او الويرز او غيره، هو لو جيت مثلا اقول القناطر، الحسابات الهيدروليكيه بتقول ان انا بطلع من الحسابات الهيدروليكيه بايجاد ابعاد للقناطر مثلا. معنى ابعاد للقناطر يعني نمبر اوف فينس، ابعاد الفتحات والدايمنشنز بتاعتها، عرض كل فتحه كام وارتفاعها كام. طيب ما هو نظريا لو انا عملت الانطره باي عدد من الفتحات هيمرر ميه، مش هتقول لا، لكن ممكن عدد فتحات يكون في ويست في الفلوس، انا يعني دلوقتي كبرت الانطره جدا وده كان مبالغ فيه، او في نفس الوقت يكون اقل فيعمل لي مشاكل هيدروليكيه. وبالتالي بنقول انه التصميم الهيدروليكي هو ايجاد ابعاد المنشأ، الابعاد الهيدروليكيه للمنشأ، بحيث تمرر تصرفات معينه تحت شروط هيدروليكيه معينه.
شروط هيدروليكية زي سرعات، ان السرعات تمر خلال الفينس مثلا برينج معين اكسبتابل رينج مثلا، وفي نفس الوقت زي بعض الشروط التانية زي الهيدنج اب. لما اعمل منشأ زي الانطارة او غيره من المنشآت هيتولد امام المنشأ هيدنج اب ارتداد، يعني منسوب المية هيزيد زي ما هنعرف بعد شوية. وبالتالي محتاجين نعرف الهيدنج اب ده هل هو في حدود المسموح به طبقا للكود ولا لا. يبقى ممكن تصميم للفتحات، والله الانطارة صمتها محتاج 10 فتحات، الفتحة عرضها 8 متر في ارتفاع 6 متر، ده كله هيتحدد بناء على الشروط الهيدروليكية الكتيرة زي السرعات زي الهيدنج اب زي الريشيو اوف كونتراكشن نسبة الاختناق المسموح بيها الى اخره من الشروط. يبقى لما نتكلم عن الهيدروليك كالكوليشنز يبقى المقصود بيها الابعاد، ايجاد ابعاد المنشأ بحيث تمرر تصرفات معينة بشروط هيدروليكية معينة بشروط هيدروليكية معينة. الخطوة الثالثة من خطوات التصميم ألا هي الاستراكشرال كالكوليشنز أو حسابات الإنشائية. أنت مثلا في الأنطرة على سبيل المثال في الجريتور قلنا والله عندي 10 فتحات، الفتحة عرضها 8 متر وارتفاعها 6 متر، طيب بيفصل ما بين الفتحات دي بيرز أو ركائز، وفي على الأجناب أباتمنتس أو أكتاف، وفي تحت القصص دي كلها إبرون فرش، وفي فوقها بريدج كوبري تمام، وفي اوناش عشان ترفع البوابات، وفي بوابات موجوده. يا ترى الابعاد بقى الانشائيه للكلام ده كله كام؟ الابرون دوت يبقى تصميمه كام في كام؟ طوله كام؟ وسمكه كام؟ البيرز ابعادها كام؟ ارتفاعها كام؟ الثيكنس بتاعتها قد ايه؟ شكل المقدمه والمؤخره للركيزه ديت ايه؟ الاباتمنتس ايه الابعاد اللي تخلي الاباتمنت سيف قصاد الاحمال المختلفه اللي ممكن يتعرض ليها، وغيره من الحسابات الانشائيه. ده كله بيندرج تحت ما يسمى بالاستراكشرال كالكوليشنز. يبقى اول خطوه الهيدرولوجيك ستاديز، ثاني خطوه اللي هي الهيدروليك كالكوليشنز، وثالث مرحله بعد كده اللي هي الاستراكشرال كالكوليشنز. ففي الحقيقه اي منشا هيدروليكي او منشا ري تحديدا هيمر بالمراحل الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنهم دلوقتي. طيب زي ما بنيجي نصمم على سبيل المثال كاميرا مثلا في الناحية الانشائية، بصمم بيم معينة او جيردر معينة، بحتاج اعرف يا ترى الكاميرا دي هتتعرض لاحمال شكلها عامل ازاي، وبالتالي مطلوب مني اوجد ابعاد للكاميرا دي ورينفورسمنت جوه الكاميرا دي بحيث تشيل الاحمال او الظروف اللي ممكن تتعرض لها الكاميرا دي. كذلك احنا عايزين نعرف منشا التحكم تحديدا كنترول ستراكشر او الهيدنج اب ستراكشر لما هيتحط في مكانه ايه الفورسز اللي هيتعرض ليها، وايه التغيرات اللي هو بيسببها في المجرى المائي اللي هو بيوضع خلالها او عليها. فاول حاجه effect of the irrigation structures on the waterways، يا ترى ايه تأثير منشآت التحكم على المجال المائي؟ بمعنى لما حطينا السد الأنطرة الهضار وغيره من المنشآت على المجرى المائي ايه التغيرات اللي حصلت في المجرى المائي ده؟ وبعد شوية هنعرف العكس، يا ترى المنشأ ده بقى بيتعرض للتغيرات او ايه الفورس اللي هتجي له من المجرى المائي ده. فبنقول لما نتكلم عن الافكت اوف ذا اريجيشن ستراكشرز اون ذا ووتر ويز، تاثير منشآت التحكم، يمكن احنا كتبنا اريجيشن ستراكشرز في العموم لكن هو يمكن نقصد تخصيصا الكنترول ستراكشرز زي السدود زي القناطر زي الويرز وغيرها. اول حاجه the effect on the water depths levels and velocities، يعني المنشأ ده لما حطيناه زي ما هو واضح قدامنا كده اهو وليكن المنشأ ده أنطرة سد وخلافه وير مثلا، بيبدأ يؤثر على المجرى المائي ببعض التغييرات او بعض التأثيرات. زي ايه؟ على سبيل المثال الووتر depths، طبعا واضح ان نتيجة وجود أنطرة على سبيل المثال as example for the control structure، لو ما يكون في موجود أنطرة
ومع وجود اقصى تصرف هيمر خلال الامطره دي بيحصل ما يسمى بالباك ووتر كيرف، اللي هو عمليه ارتداد للميه قدام المنشا، وده بينتج عنه زياده في مناسيب الميه فوق منسوب الميه الاصلي. يعني المجرى المائي دوت كان منسوب الميه فيه هو الداش لاين ده. طيب لما حطينا المنشا زي الانطره بدا منسوب الميه يرتفع من الداش لاين لاقصى منسوب هيكون موجود عند المنشا، وان الفرق دوت بيقل تدريجي كل ما ابعد عن المنشا. يعني انا باخد مسافه كده من امام المنشا لحد ما اوصل للعمق اللي كان موجود قبل ما نعمل المنشا. طبعا الكلام ده بيتحسب بنظريات حساب الباك ووتر كير ونظريه الجرادوال ريفرس فلو، وطبعا هيختلف عن الهضاره عن الانطره عن السد عن غيره، طبعا في معادلات تحسب لنا الكلام ده. طيب زي ما بيحصل في تغير في مناسيب المياه بتزيد طبعا فيما يسمى الهيدنج ابل او الارتداد، اللي لازم قيم تكون مسموح بيها علشان ما يحصلش مشاكل هنتكلم عنها بعد شويه، كما ان في توسع او زياده راسيه في مناسيب الميه بيكون في توسع افقي برضو في الكروس سيكشن بالنسبه للمجرى المائي. على سبيل المثال لما نيجي نعمل سد زي السد العالي على سبيل المثال، لو عشان نقرب المثال بيكون التو داش لاينز دولي الموجودين هنا دولي اهم، ده كان مجرى المائي للنيل على سبيل المثال عند دخوله مصر قبل ما نعمل السد. طب لما عملنا السد بدا يغمر بعض الاراضي امام السد عشان يشكل الخزان، احنا عندنا خزان السد العالي هو بحيره ناصر، وبالتالي امام السد بدا يتشكل ريزرفوار او خزان كبير، وبالتالي بدا يحصل عمليه زياده افقيه او توسع افقي للكروس سيكشن، وبالتالي هنلاقي ان كان القطاع المائي عند السيكشن واحد بيبدا يزيد عند السيكشن اثنين، وطبعا السيكشن ادي واحد اهو ادي اثنين اهو ثلاثه اهو اربعه اهو، فكلما اقتربنا من السد هيبدا القطاع يزيد زي ما احنا شايفين. وبالتالي الزياده الافقيه والزياده الراسيه في مناسيب وعرض القطاع المائي كمان بينتج عنه بعض التاثيرات، زي ايه؟ انه في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه للفلو بنلاحظ ان السرعات بتقل تدريجيا، يعني السرعه هنا في النهر الطبيعي ناتشورال ستريم بيكون ليها فيلوستي معينة. طيب كلما اقتربنا من السد بتبدأ السرعات تنخفض، تكاد تقول للزيرو عندما نصل للسد، تكاد تقول للزيرو. وبالتالي لما السرعات دي بتقول للزيرو كلما اقتربنا من السد بيبدأ يحصل بعض التغيرات زي ما هنتكلم عنها بعد شوية، عملية السيلتنج أو الترسيب، بمعنى بتبدأ قدرة المية على حمل المواد المترسبة تقل، وده اللي هو العنصر الثالث، معلش هنقول الثالث قبل الثاني، اللي هو التأثير على قابلية حمل المواد المترسبة. أهو إحنا زي ما قلنا من شوية إن طالما إن السرعات في هذا الاتجاه بتنخفض وبالتالي قدرة المية على حمل المواد المترسبة اللي جاي بيها، على سبيل المثال في السد العالي بيكون لو حد شاف فيديو لشكل نهر النيل في السودان وفي مصر بعد مرور الماء من السد العالي بنلاقي ان الميه تكاد تكون مره من السد شبه بيور، لان كان في رواسب جايه، الرواسب دي حجز منها تقريبا اكتر من 97% خلال بحيره ناصر نتيجه انخفاض السرعات في البحيره، وبالتالي قدره الميه كانت جايه من اثيوبيا شايله المواد اللي هو طمي النيل اللي احنا عارفينه، وبالتالي بتتحرك في الاتجاه دوت بقدره معينه عندها القدره انها تشيل المواد المترسبه دي. طيب لكن مع الوقت السرعات بتنخفض، ولما السرعات تنخفض قدرة المية انها تشيل المواد دي بتقل، فتبدأ المية تترسب او المواد المترسبة دي تبدأ تنزل في القاع هنا على سبيل المثال، وتشكل بقى رواسب لازم تؤخذ في الاعتبار على سبيل المثال زي ما اتكلمنا في اول المحاضرة على الدراسات الهيدرولوجية اللي لازم لتصميم المنشآت التحكم، لازم نقدر حجم المواد المترسبة دي طبعا بصورة تقريبية بعد دراسات ل طبيعه المواد ديت ايه، هل هو طمي ولا ساند ولا ايه، ومعدلات ترسيبه قد ايه، ويا ترى معدل الاطماء في البحيره هيكون كام، وبالتالي ممكن يغمر جزء من البحيره بعد كام سنه، دي كلها دراسات مهمه جدا في عمليه التصميم.
يبقى أول تأثير لمنشأ التحكم على المجرى المائي إن بيعمل تغيير للووتر ديبث لمناسيب المية أو أعماق المية وكذلك الفلوسز وما ينتج عنها من قدرة حمل المواد المترسبة للمجرى المائي إنها بتقل طبعا وبالتالي بيحصل الترسيب اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. كذلك من بين التأثيرات لوجود المنشأ التحكم على المجرى المائي هو عملية التأثير على مناسيب المياه الجوفية. بمعنى أنا لما يكون عندي مجرى مائي احنا قلنا لو رجعنا للشكل ده والتاني قبل ما نعمل المنشأ التحكم اللي عندنا كان ده شكل المجرى المائي فيه او منسوب المية اللي هو الداش لاين ده في المجرى المائي. طيب لما عملنا المنشأ التحكم أنطرة هضار سد غيره بدأ المناسيب تتغير او ترتفع من الداش لاين للسوليد لاين اللي موجود قصادنا ده. طيب ايه تأثيره على المياه الجوفية؟ طبعا احنا عارفين ان بعد ما بنعمل عملية الري على سبيل المثال وتبدأ التربة او الماء يحصل لها انفلتريشن داخل السويل بعد فترة معينة بيبدأ في جزء من الماء يروح لباطن الارض احنا بنسميه جرافيتيشنال ووتر او ماء الجذب الارضي. ماء الجذب الارضي دوت مع الوقت بيبدأ يمشي خلال التربة ومنها الى اقرب مصرف او اقرب مجرى مائي منسوب من المية فيه منخفض عن منسوب المية في الاراضي اللي جنبه. طيب ده كان شكل المجرى المائي وده منسوب المية هنا عند الوضع او بوزيشن 1 قبل ما نعمل المنشأ. طب لما عملنا المنشأ بدأ منسوب المية يتغير من البوزيشن 1 تو بوزيشن 2 يعني بقى هنا كده. وبالتالي لما حصل التغير ده خط السيبج او السيبج لاين بيتغير من المسار سي اي للمسار سي اي داش. وبالتالي هنلاقي ان حصل في المنطقة دي هنا كده ارتفاع في منسوب المياه الجوفية مما يؤدي الى ان ممكن نسبة الزيادة دي قد تصل الى عمق الجذور او العمق الفعال للجذور في المنطقه دي. وبالتالي الووتر اير بالانس او الميزان المائي الهوائي اللي مفترض حدوثه في السويل عشان النبات يقدر ينمو بسهوله. احنا عارفين ان اي نبات علشان ينمو التربه اللي هيبقى موجود فيها جذر هذا النبات لابد ان يتحقق ان الفويدز بتاعتها يكون في نسبه معينه فيها هواء ونسبه فيها ميه. لكن لو غمرت الفويس بالكامل بالمية لا يتمكن النبات من النمو في هذه التربة. يبقى ممكن ده يعمل لنا مشكلة في مناسيب ارتفاع او في ارتفاع مناسيب المياه الجوفية. علشان كده من بين اهم التشيكس اللي احنا بنعمل عليها دراسات في الشغل بتاعنا في منشآت الري ان الهيدنج اب الارتفاع اللي حصل نتيجة المنشأ لازم يكون في رينج مسموح به ولا يزيد عن ليميت معين والا ممكن يعمل لنا مشاكل في الجراوند ووتر وبالتالي مشاكل على صلاحية التربة ديت للزراعة. يبقى اول تأثير هو التأثير على عمق ومناسيب المياه وسرعة التيار. تاني تأثير على مناسيب المياه الجوفية. وتالت تأثير هو التأثير على قابلية حمل المواد المترسبة. طيب يا ترى ايه التأثير بقى العكسي؟ يعني effect of the waterways on the irrigation structures وتحديدا على control structures بصفة أخص يعني. يعني ايه تأثير اللي بيحدث على المنشأ من المجرى المائي نفسه؟ طبعا اول هذه التأثيرات هو التأثيرات الميكانيكية mechanical effects. بمعنى انا لما بأنشئ سد على سبيل المثال زي ما احنا شايفين قصادنا كده اهو سد اهو بيتشكل قدامه خزان بارتفاع معين اهو. هذا الارتفاع ينتج عنه هيدروستاتيك بريجرز بقيم معينة وبالتالي بتكون في فورسز جاية من ضغط المية اهي ولكن هنا بسمينا هنا بي اهي. الفورس اللي هو اللي حولنا الحمل اللي جاي من ضغط المية ركزناه في نقطة.
هيبدأ الحمل ده عايز يؤثر على المنشأ طبعا بتأثيرات كبيرة، منها ان ممكن يعمل السد سلايدنج، انزلاق او اوفر تيرنينج، يعني ينقلب السد حول القدمة بتاعته او القدمة اهي، النقطة دي اهي، فممكن يحصل اوفر تيرنينج انقلاب، او ممكن يحصل سلايدنج، او ممكن لما اجي اصمم الدايمنشنز للسد الموجود قصادي ده الاقي ان حصل ستريسز تحت السد نتيجه الاحمال دي اكبر من الالاوبل بيرنج كاباسيتي للسويل الموجوده، وبالتالي يحصل سيتلمنت ويحصل مشاكل في التربه، وبالتالي بيكون مطلوب مني انا كديزاينر للسد او كاي منشا مش هتحكم بيه اني اصمم ابعاد المنشا بحيث تكون ليها القدره على مقاومه الهيدروستاتيك بريشرز، الضغوط الهيدروستاتيكيه اللي جايه من الميه وغيرها طبعا من الضغوط اللي هنتكلم عنها في تصميم السدود وتصميم القناطر في المحاضرات القادمه ان شاء الله، ويكون عنده القدره ان هو يقاوم الفورسز او التاثيرات اللي هتنتج على هذه الفورس زي السلايدنج، الانزلاق، يعني مطلوب ان الابعاد دي تحقق امان لهذا المنشا من الانزلاق سلايدنج او الاوفر تيرنينج الانقلاب او الاوفر ستريسنج، او ان يبقى ينتج عن هذه الاحمال زياده في الاجهادات على قاعده او تحت قاعده المنشا بحيث تزيد عن الالاوبل بيرنج كاباسيتي للسويل، وبالتالي ينتج عندنا مشاكل كتيره من الميه، وبالتالي الاستريس تكون اعلى من الالاوبل بيرنج كاباسيتي، يحصل سيتلمنت ويحصل انهيار للمنشا الموجود عندنا. يبقى لازم حساب التاثيرات دي وانعكاس دوت على تصميمي للمنشا وايجاد ابعاده بامان بحيث ما يبقاش عندي مشاكل من الناحيه دي. الامر الثاني الا وهو الكيميكال اند فيزيكال افكتس، يعني زي ما اتكلمنا من شويه كده انه المنشا اللي احنا هنعمله ده المنشا خلاص هيكون موجود في ميه، فلازم اولا لما اشكل البوابات او غيرها من المنشات اقدر اتعامل مع الكيميكال اند فيزيكال افكتس بالنسبه للمجرى المائي ده، يعني ممكن الميه دي لما تمر بسرعات عاليه يحصل اروشن للاجزاء المنشا للبيرز على سبيل المثال، تمام، ممكن البوابات بتاعه القناصر تصدي مع الوقت. علشان كده بنلاقي ان في منشات الري او منشات الميه بصفه عامه بتاخذ معاملات امان اعلى بكتير من المنشات العاديه علشان التاثيرات الفيزيائيه والكيميائيه للميه، يعني احنا ممكن الميه لما تبقى موجود فيها البوابات لو ما كانتش البوابات بمعالجه معينه وبثيكنسز معينه ممكن يحصل صدأ ومع الوقت اصبحت غير صالحه للخدمه فهتخرج بره خدمه المنشا، وبالتالي هيحصل مشكله عندنا في المنشا الموجود عندنا ده، فلازم اراعي دوت في التصميم. كذلك زي ما قلنا ان هيحصل في نتيجه انخفاض السرعات يحصل في سيلمنتس او ترسيبات، وبالتالي الترسيبات دي هتؤثر برضو على المنشا، يبقى لازم اتاكد ان ابعاد المنشا دي امان بحيث انها تقدر تقاوم التاثيرات الموجوده دي. طيب من بين التاثيرات برضو وده من اهم التاثيرات اللي احنا لازم ناخدها في الاعتبار هو افكت اوف سيبج اندر نيد ذا ابرون، تاثير تسرب الميه تحت الفرش. احنا عارفين ان اساس المنشا، انا مثلا لما يكون في عندي منشا لمدرسة أو لبيت أو غيره، لما أجي أصمم أبعاد الأساسات دي وأقصد طبعا أبعاد، يعني لو سي مثلا بيت 3 4 أدوار في قواعد منفصلة مثلا، هيبقى في ذهني عشان أصمم قاعدة أي عمود حاجتين رئيسيين. الحاجة الأولى الكولم لود، يا ترى الحمل اللي جاي على العمود ده قد إيه، فكلما زاد الحمل هيتطلب قعدة أكبر. الحاجة الثانية البيرنج كاباسيتي للسويل، يا ترى قدرة تحمل التربة للأحمال قد إيه، فالساند هيختلف عن كلاي عن السيلت عن جرافل أند سو أون، وبالتالي هقسم الحمل على الألو البيرنج كاباسيتي يديني الأريا بالنسبة للقعدة، وبعد خطوات معينة أبدأ أصل للأبعاد القواعد الموجودة عندي في المنشأ. لكن الوضع بيختلف كتير في منشآت المية أو منشآت التحكم أو المنشآت الهيدروليكية بصفة عامة. إحنا عارفين من السويل ميكانكس إن وجود فرق منسوب في المية، ويمكن اتكلمنا دلوقتي في محاضرات السيبج،
قبل كده وعرفنا ان طالما في تربه منفذه تحت الفرش وفي فرق مناسيب، طبعا احنا قلنا فرق المنسوب ده اتولد زي ما قلنا في بدايه المحاضره نتيجه وجود المنشا. انا لما عملت منشا زي القنطره بقى في اب ستريم ووتر ليفل وداون ستريم ووتر ليفل، في فرق بينهم اتش. عملت سد بقى في منسوب خزان في الامام ومنسوب خزان في الخلف، بقى في فرق بينهم اتش. يبقى طالما تولد فرق منسوب ما بين الاب ستريم والداون ستريم وفي تربه منفذه اسفل الفرش وبيحصل سيبج. السيبج ده بقى هيعمل منشآت هنتكلم عنها في تصميم الفرش ده. يبقى لازم نراعي عمليه السيبج تحت المنشا وما يتبعها من مشكلات، وبالتالي اقدر اطمن ان الفرش بتاعي امن من الناحيه الانشائيه، يعني السمك بتاعه ابعاده قادره على توزيع الاحمال التي يتعرض لها المنشا للتربه او نقلها للتربه بامان، وفي نفس الوقت يكون ابعاد السمك وطول الفرش يكون سيف اجينست المشاكل الهيدروليكيه التي تنتج من تسرب الماء تحت الفرش. وكذلك زي ما هنعرف في خطوات التصميم بعد كده ان كمان لو بصمم قنطره وخروج الميه من بوابات القنطره بسرعات عاليه هيتطلب ابعاد طويله للفرش في الداون ستريم علشان اعمل ديسيبيشن للانرجي للميه الخارجه بيها من فتحات القنطره. يبقى في عوامل كتيره بتؤخذ في التصميم، وده الغرض من كورس تصميم منشآت الري، ان احنا نعرف ازاي اصمم منشا في ظروف غير تقليديه، مش مجرد حمل وبيرن كباست فقط، لا ده في ظروف غير تقليديه، وبنطبق الكونسيبت ده اللي ممكن يبقى ليه ابلكيشنز كتيره في حياتنا في الهندسه المدنيه بنطبقه تحديدا على منشآت الري. لكن لما بنفهم الكونسيبت ده اقدر اطبقه على حاجات كتير، لو بصمم محطه رفع، لو بصمم اي حاجه هيبقى فيها عليها ضغوط رفع من الميه من تحت زي بيارات محطه الرفع، زي محطات الرفع نفسها، زي اي محطه او اي منشا هيتعرض ليه سيبج تحت منه نتيجه ان في تربه منفذه وفي فرق ما بين الاب ستريم ووتر ليفل والداون ستريم ووتر ليفل، هنطبق نفس الكونسيبت. فاحنا محتاجين نفهم الامور دي عشان ليها ابلكيشنز كتير احنا بيبقى من احد تطبيقاتها بنطبقها على منشآت الري الموجوده عندنا. وبالتالي يبقى لازم ناخد تاثير السيبج تحت الفرش واطمن ان ابعاد واطوال الفرش سمك واطوال الفرش ابعاده كلها يعني تكون سيف من الناحيه الانشائيه، زي ما قلنا تنقل الاحمال من المنشا للفرش بامان للتربه بامان، وفي نفس الوقت تكون الابعاد المتمثله في سمك الفرش واطوال الفرش قادره على التعامل مع تسرب الميه تحت الفرش، تسرب الميه تحت الفرش، وكذلك تسرب الميه برضه فوق الفرش. هنعرفه في التصميم بعد كده ان شاء الله ان لازم الفرش في الداون ستريم يكون بابعاد باطوال معينه علشان نعمل ديسيبيشن للانرجي اللي خارجه بيها الميه من الناطر او السدود. ولذلك احنا هنعرف في المحاضرات القادمه ان شاء الله ان بنبدا نعمل بعض الادوات او بعض الامور اللي نحاول نقلل بيها من اطوال الفرش علشان طبعا نقلل من تكلفه انشاء المنشا الري، لان طبعا بيكون مكلف جدا. فدي كلها امور محتاجين ناخدها في الاعتبار. ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله هنبدا نتكلم بقى عن تصميم الفرش نفسه اللي هو يعتبر جزء اساسي من تصميم للمنشا، وايه الكونديشنز اللي هو ممكن يتعرض ليها، وامتى اقول ان الفرش المنشا التحكم بتاعي سيف. ده اللي هيكون باذن الله تبارك وتعالى هنبدا نتكلم عنه في المحاضره القادمه ان شاء الله. احنا المحاضره دي اتكلمنا عن التاثيرات، وقبلها عرفنا ايه الدراسات المطلوبه عشان نصمم منشا تحكم بصفه عامه، وقلنا المطلوب نعمل دراسات هيدرولوجيه، دراسات او حسابات هيدروليكيه، وبعد كده حسابات انشائيه، وبعد كده اتكلمنا عن تاثير وجود منشا التحكم على المجرى المائي. قلنا انه بينتج عنه تاثيرات على مناسيب الميه وسرعات الميه، وبالتالي قدره الميه على حمل المواد المترسبه، وكذلك انه بيؤثر على المياه الجوفيه الموجوده على جنبين المجرى المائي الموجود عندنا. كذلك قلنا ان في تاثيرات للمجرى المائي على المنشا، منها تاثيرات ميكانيكيه احمال لابد ان نواجهها، وتاثيرات كيميائيه وفيزيائيه، وكذلك تاثير السيبج تحت الايه المنشا. ان شاء الله في المحاضرات القادمه، المحاضره الجايه باذن الله، هنبدا نتكلم عن
عملية تصميم فرش المنشأ اللي هو يعتبر أهم أجزاء المنشأ، اللي بيتأكد إن كده المنشأ إن شاء الله يكون سيف بإذن الله تبارك وتعالى، لأن ده أكتر جزء في المنشأ بيتعرض لأحمال لابد من التعامل معها، وهي أحمال غير تقليدية زي ما قلنا السيبج وما ينتج عنه من أندر مايننج وبايبنج وبعض المشاكل اللي هنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة. أتمنى إن شاء الله إن المحاضرة دي تكون استفدتم بيها بإذن الله تبارك وتعالى، وبإذن الله تبارك وتعالى أنا أتمنى ليكم كل التوفيق، وبإذن الله تبارك وتعالى تستفيدوا من المحاضرات بتاعتنا، وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.